إرشادات التمريض العاجل. الكسور: يجب عدم تحريك المنطقة المصابة بكسور، لأن تحريكها يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات بالغة، خصوصاً إذا كان الكسر في الرقبة أو العمود الفقري. لأول مرة في مصر التمريض يدخل المنافسة. أهلا بكم في العباقرة تمريض مع الروائي عصام يوسف. جبنا في الاستوديو مشاهدينا الكرام وطلبة كلية التمريض في مصر والعالم العربي. أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة وبرنامج العباقرة. في موسم عباقرة التمريض، مين يا ترى اللي حيفوز بكأس البطولة؟ ومين اللي حيحصل على لقب أفضل لاعب؟ ومين هو الطالب المثالي؟ أما المكسب الأكبر إن كل إجابة صحيحة من طلاب عباقرة التمريض هتساهم في تطوير المستشفيات الحكومية في مصر. في المرحلة الأولى كل نقطة ب5000 جنيه، وهيتضاعف الرقم وصولا للمباراة النهائية. العباقرة تمريض برعاية وزارة الصحة والسكان، جليات الشركة العالمية الرائدة لصناعة الدواء، وبشراكة البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. في الحلقات اللي فاتت طلاب مصر جمعوا 13,300,000 جنيه في خزنة البنك الأهلي لتطوير المستشفيات الحكومية. تعالوا نشوف طلاب مصر النهاردة هيوصلوا المبلغ لكام. أول كلية مشرفانا في الاستوديو من محافظة البحيرة كلية تمريض جامعة دمنهور. هنمثل جامعة دمنهور في مباراة النهاردة 8 طلاب، هتبتدي منهم 4. أتمنى طبعاً إن احنا نوصل لدور متقدم وإن شاء الله يعني حسب ده، بس التوفيق من عند ربنا. من ضمن الأحلام اللي أنا بحلم بيها إن أنا أقدر أساهم في تغيير المنظومة الصحية في مصر للأحسن ونواكب التطور اللي ماشي في الفترة دي. طبعا دور البنك الاهلي المصري في انهم يطوروا المستشفيات الحكوميه دي مسؤوليه في رقبتي، ان انا كل اجابه مني هتكون هديه للمستشفى الحكومي اللي محتاجه جدا الحكايه دي. والدتي طبعا فرحت جدا واخواتي كلهم، واتمنى بجد ان هم دايما يكونوا يعني متشرفين بيا. اما الكليه الثانيه واللي هتنافس للحصول على 3 نقط من محافظه هنا، كلية تمريض جامعة جنوب الوادي. هنمثل جامعة جنوب الوادي في ماتش النهاردة 8 طلاب، هتيجي منهم 4. احنا دلوقتي في موقف صعب جدا. اول ماتش كان كويس بالنسبة لنا، تاني ماتش ما كناش موفرين تماما الجيم كله. حاولنا ان احنا نشتغل على الحاجات اللي شفناها غلط، مثلا منها السرعة ومنها كل المشاكل اللي حصلت في الماتش اللي فات. الحاجات اللي كانت صح حاولنا نثبت عليها ونقوي منها. المرة دي هلعب أساسي إن شاء الله عشان أصحابي يوثقوا فيا إني هأدي الدور، مع إن المرة اللي فاتت كنت ألعب احتياطي. النهاردة دي آخر فرصة لينا بعد ما إحنا فزنا ماتش وخسرنا ماتش، فإن شاء الله نحاول نأدي كويس عشان نصعد للدور. أسئلة من دراسات كليات التمريض تشاهدون في هذه الحلقة. إلى أي درجات الحروق يصنف حرق الجلد الناتج من التعرض لأشعة الشمس؟ إجابة. ما هو نوع العزل المستخدم مع مرضى العدوى الشديدة بالجهاز التنفسي؟ العباقرة كلية التمريض 6 فقرات: العلم، المعرفة، الفنون، تحت الضغط، ضربات الجزاء، وعجلة الحظ. وأول حاجة بنبتدي بيها هي سؤال السرعة. سؤال السرعة. والسؤال هو: ما هي المدينة المصرية التي تلقب بمدينة الألف مأزنة؟ سماح إجابتك. القاهرة. القاهرة أكيد إجابة صحيحة. طبعا القاهرة هي الإجابة الصحيحة، وبكده سماح هتختار مين اللي بتدي الأول. دمنهور. دمنهور هتبتدوا الأول.
جاهزين؟ إن شاء الله. وأول فقرة هي فقرة العلم. العلم. العلم أربع أجزاء: جغرافيا، تاريخ، أدب، وعلوم. جامعة دمنهور عندكم سؤال في جغرافيا. في جوكر في جغرافيا؟ لا. لا. علوم. أي حاجة غير العلوم تبقوا غلطانين. جغرافيا، والسؤال هو: بحيرة سان مون هي أكبر البحيرات مساحة في دولة شرق آسيوية، فما اسمها؟ بحيرة سان مون هي أكبر البحيرات مساحة في دولة شرق آسيوية، فما اسمها؟ 8 ثواني. 3 ثواني. علي. الصين. الصين إجابة خاطئة. ما هياش الصين؟ في إجابة ولا فيش إجابة؟ دوس. ليسي إجابتك. تايلاند. إجابة خاطئة. أربع اختيارات بزائد 10 أو ناقص 5. الاختيارات قصادنا على الشاشة: اليابان، كوريا الجنوبية، تايوان، كوريا الشمالية. تايوان. اشمعنى تايوان؟ هو احنا الاول قلنا تايوان او تايلاند، يعني تايوان كانت موجوده في اجابتكم. تايوان اجابه صحيحه. تايوان هي الاجابه الصحيحه. برافو عليك يا احمد يا ليسي. كده نتيجه 10 جامعه جنوب الوادي. وعندهم سؤال في الجغرافيا. في جوكر؟ لا. جغرافيا، والسؤال هو: مدينة إيطالية شهيرة هي عاصمة إقليم توسكانا وتشتهر بتراثها الفني والسياسي الفريد، فما هي؟ فات 8 ثواني وفاضل 8 ثواني. إن أنا بحب إيطاليا، فمش عايز أخذ اتصال إيطاليا. أنا فينيسيا. فينيسيا وإيطاليا هتزعل منك. إجابة خاطئة. في إجابة؟ علي صبري إجابتك. فلورنسا. أنت بتسألني مش بتجاوب. لا يعني دافينشي. إجابة صحيحة. فلورنسا الإجابة صحيحة. وكان النتيجة تعادل 10-10. وعندكم سؤال في التاريخ. في جوكر؟ لا. طيب تاريخ، والسؤال هو: تم تأسيس الهلال الأحمر المصري عام 1911 وفي عهد أحد حكام الأسرة العلوية، فمن هو؟ تم تأسيس الهلال الأحمر المصري عام 1911 في عهد أحد حكام الأسرة العلوية، ميادة إجابتك. إبراهيم باشا. إبراهيم باشا إجابة خاطئة. في إجابة؟ نصف. المرة دي أحمد الليسي مش عايز يجاوب. أنا مش متأكد. مش متأكد. إجابتك يا سماح. عباس حلم التاني. احنا داخلين دورين كده كده. يعني داخلين كده كده هيبقى الاول. عباس حلم التاني. عباس حلم التاني اجابه صحيحه. عباس حلم التاني الاجابه الصحيحه. برافو عليك يا سماح. برافو عليك يا 10 نقط مهمين. وبكده النتيجه 20 جنوب الوادي، دمنهور 10. وجنوب الوادي عندكم سؤال في التاريخ. تاريخ، والسؤال هو: صدر أول جواز سفر لمومياء أحد الفراعنة عام 1974 في فرنسا، فمن هو؟ تخيلوا بقى إن في مومياء طلع لها جواز سفر وسافرت فرنسا للعلاج. 5 ثواني. 3 ثواني. أحمد الليسي جابتك. توت عنخ آمون. إجابة خاطئة. إجابة خاطئة. علي. رمسيس الثاني.
إجابة صحيحة. النتيجة تعادل 20-20 وبتجو على سلة بعض. تمام، حاجة جميلة جدا. ودلوقتي عندنا سؤالين في الأدب. أول سؤال لجامعة دمنهور أدب، والسؤال هو: قالت لي سمراء هو كتاب لشاعر ومؤلف سوري، فمن هو؟ قالت لي سمراء هو كتاب لشاعر ومؤلف سوري، فمن هو؟ خمس ثواني على إجابتك. نزار قباني. انت على طول بتسألني. نفسي مرة تجاوب. نزار قباني إجابة صحيحة. نزار قباني الإجابة الصحيحة. برافو عليك يا علي. وكده نتيجة 30 جامعة دمنهور، جنوب الوادي 20. أدب، والسؤال هو: كتاب حياة طبيب هو سيرة ذاتية لأحد أشهر الأطباء المصريين في القرن الماضي، فما اسمه؟ كتاب حياة طبيب هو سيرة ذاتية لأحد أشهر الأطباء المصريين في القرن الماضي، فما اسمه؟ خمس ثواني. إجابتك يا أحمد. مصطفى محمود. دكتور مصطفى محمود. هو كان طبيب طبعا، بس كتاب حياة طبيب مش للدكتور مصطفى محمود. إجابة خاطئة. هو احنا قارين المعلومة الصبح كمان للأسف. الصبح؟ بس الذاكرة بس ضعيفة شوية. ده زهايمر ساعتك. مش ذاكرة ضعيفة، ده كان الصبح النهاردة مش بالسنة مثلا. والله قارين الصبح. إجابتك؟ أحمد زكي أبو شادي. أحمد زكي أبو شادي. يا علي عندك حق، ذاكرتكم ضعيفة فعلا. إجابة خاطئة. أربع اختيارات على الشاشة بزائد 10 أو ناقص 5. يوسف إدريس، طه حسين، يوسف السباعي، نجيب محفوظ. خدت الريسك يا زائد 10 يا ناقص 5. إجابتك؟ يوسف إدريس. يوسف السباعي. بص المهيدة عملت إزاي؟ يوسف إدريس بناقص 5 نقط. إجابة خاطئة. الإجابة الصحيحة الأستاذ الدكتور نجيب محفوظ. بالظبط. ده اللي ولد الروائي نجيب محفوظ. الروائي نجيب محفوظ. والحقيقة الأستاذ الدكتور نجيب محفوظ أنقذ والدة نجيب محفوظ والطفل نجيب محفوظ. فوالد نجيب محفوظ الأديب قرر إنه يسميه نجيب محفوظ. اسم مركب. فنجيب محفوظ اسمه مركب. يعني أنت ما أنت عارف أهو. ما أنت عارف الحكاية أهي. يبقى أكيد الأستاذ الدكتور نجيب محفوظ. خسارة انك تخسر 5 نقط. خسارة. النتيجة تغيرت 25 جامعة دمنهور جنوب الوادي 20. ودلوقتي عندنا اخر سؤالين في الفقرة في العلوم. اول سؤال لجامعة دمنهور. في جوكر؟ في جوكر. تمام. علوم، والسؤال هو: ما هو اسم العضو المصاب عند مريض متلازمة دراسلر؟ فات 8 ثواني وفاضل 8 ثواني. علي إجابتك؟ السكن. الجلد. الجلد. مش موافقين الدكاترة، مش موافقين. حوافق أنا إزاي؟ علي إجابة خاطئة. في إجابة ولا فيش إجابة؟ حسام حسن إجابتك؟ الأنف. إجابة خاطئة. زائد 10 أو ناقص 5. صح يا علي؟ علي. الاختيارات قصادنا على الشاشة: المعدة، الرئة، القلب، الطحال. بحب الريسك أوي.
والله لا لا وما تدوسوش على البازر صح؟ اجابتك اول اور نيفر المعده. المعده تخسر 5 نقط او تكسب 10 نقط في رايك ايه؟ في رايي في اقل الحدود لو خسرنا 5 نقط فرق سؤال العلوم نجاوبه ونطلع من العلم متساويين، جاوبنا 10 ده هدينا دفعه كبيره. تمام ماشي حلو، فكره احترمه والفكر اللي انت قلته هيتطبق فعلا. اجابه خاطئه. الاجابه الصحيحه طحال. طحال 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 القلب. مش مهم التهاب الغشاء المحيط بالقلب. تمور. اخر سؤال في الفقره علوم في جوكر ايه؟ لا انا لو منكم كنت اخد الريسك دول 20 نقطة. لا خير انتوا حرين. حرام عليك يا ريسك. علوم والسؤال هو من هي مؤسسة مجال التمريض المنزلي والملقبة بملاك هنري ستريت؟ مين اللي أسست مجال التمريض المنزلي وصاحبة لقب ملاك هنري ستريت؟ 5 ثواني، ثانيتين، واحمد خد الريسك لسماح. سماح اجابتك ماري سكول. ماري سكول يا سماح. اجابه ايه؟ خطأ. برافو عليك، اجابه خاطئه. في اجابه ان شاء الله. مين هيدوس على البازر؟ فلورنس نايتنجيل. يا سلام. محمد جمال. اجابه خاطئه. اجابه خاطئه. 4 اختيارات يا زائد 10 يا ناقص 5. ليليان وولد، لافينيا دوك، جين واتسون، فيرجينيا هندرسون. اسماء اجابتك ليليان وولد. اجابه صحيحه. ليليان وولد هي الاجابه الصحيحه. برافو عليك يا اسماء. 10 نقط مهمين وكده النتيجه تعادل 25-25. هنخرج فاصل وهنرجع مره تانيه مع فقره المعرفه وفقره الفنون والعباقره. يبقى طلاب مصر جمعوا 50 نقطه في فقره العلم وكل نقطه ب 5000 جنيه بما يساوي 250 الف جنيه في خزنة البنك الأهلي لتطوير المستشفيات الحكومية في مصر. المبادرات الرئاسية وعدد المستفيدين منها ناس ما بقتش عارفة اللي بيستفيدوا منها قد إيه وحققت ايه على ارض الواقع. حضرتك تكلمين عنها تقولي ايه؟ المبادرات الرئاسيه كلها تحت شعار واحد اسمه 100 مليون صحه. فيها مبادره رئيس الجمهوريه للقضاء على فيروس سي والكشف مبكر عن امراض غير الساريه، ودي استفاد منها 60 مليون مواطن. 50 مليون فيروس سي والامراض غير الساريه وحوالي 10 مليون فيروس سي اللي هم اعدادي وثانوي. اوكي. مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والتقزم والسمنة وعلاجه ده حوالي 9.5 مليون طالب ابتدائي سنوياً، دي السنة الثانية بنعملها. أرقام كبيرة جداً. أرقام كبيرة. مبادرة عن اللايف ستايل سواء كان للأطفال أو للكبار، حملات التوعية عن أسلوب الجيد في الحياة، دي مصر كلها استفادت منها لو شفتوها في التلفزيون وفي السوشيال ميديا. شفت ديت علشان نتكلم في الصحة ونقول أحسن طريقة واختياراتنا وبدائل الأكل وبدائل الحركة فدي استفاد منها عدد كبير. مبادرة رئيس الجمهورية لصحة المرأة المصرية اللي بدأناها من حوالي 3 شهور استفاد منها حتى الآن، هي مفروض إن احنا بنغطي بيها 28 مليون سيدة ابتداء من سنة 18 سنة، ودي مش مبادرة بتخلص، ده أي سيدة في مصر ابتداء من سن 18 سنة مدى الحياة هتعمل المتابعة والفحص الشامل الدوري حسب بقى عوامل الخطورة وحالتها الصحية، دي هتيجي كل 6 شهور، دي كل 3 سنين، دي كل سنة، وإيه نوع الفحوصات اللي هتعملها. دي كشفنا على حوالي 2.2 مليون سيدة حتى الآن
طلع منهم عندها سكر، طلع منهم اللي عندها ضغط، طلع منها اللي عندها مشاكل صحة إنجابية، طلع منها اللي عندها سرطان ثدي وبدأت العلاج. كل المبادرات دي مجانا. لأول مرة في مصر التمريض يدخل المنافسة. العباقرة تمريض مع الروائي عصام يوسف، الخميس والجمعة والسبت الساعة 6:30 مساء حصريا على القاهرة والناس. أهلا بكم في العاصمة. المهنية. يهتم الممرض باستمرار بمظهره الشخصي ونظافته وهندامه والتزامه بالزي الرسمي أثناء عمله. رحلة طويلة في خدمة التمريض، علم ومهنة، وكانت المكافأة إنها بقت أول عميد كلية بقرار من رئيس الجمهورية. بعتز بيها جدا. والدتي كانت متعلمة ولكنها كانت ربة منزل وغرزت فيا قيم رائعة بعتز بيها. بعد رحيل الأم كان له دور كبير في حياتها لحد ما جاء دورها في حياته. بابا هو من الركائز الأساسية الحقيقة اللي خلتني حبيت التمريض، لأنه لما دخلت في هذه الأونة بما أني أنا كنت البنت الصغيرة وجاله السكر لدرجة أنه أدى أنه هو يفقد بصره، كنت أنا ابنة وممرضة وحبيبة وصديقة وكل حاجة، وكانت دعوات بابايا ليا هي أحد الأسباب اللي خليتني تفوقت وحبيت التمريض فعلا. لأنها أم وعاشت وشافت المعاناة اللي بتعيشها أي أم في غرفة عمليات الولادة، قررت تكرس كل طاقتها وخبرتها وأبحاثها العلمية في التخصص ده. كون إن أنا كل يوم أنزل أشوف أم متعثرة جداً في الولادة وألام شديدة، وفعلاً سبحان الله بيقولوا ما بيخلص روح من روح ويطلع طفل جميل ينسيها كل الألام ده، ده من ضمن الحاجات اللي خلتني فعلاً أحب التخصص ده اللي هو تخصص النساء والولادة. التمريض برغم درجاته العلمية إلا إنه خدمة للبشرية. دايماً بقول للطلبة أوصيكم خيراً بالمريض، أوصيكم خيرا بمهنة التمريض، لأنه دعوة المريض فعلا مجابة. حط دايما نفسك مكانه واعرف أن أنت في مهنة من أسمى المهن اللي فعلا طول الوقت أنت بتاخد ثواب وبتاخد حسنات من دعوة المريض، واوعى في مرة تكشر في وش مريض، لأنه الابتسامة في حد ذاتها أحد العوامل اللي بتخفف كتير قوي عن المريض ألامه. دكتورة عبير واحدة من كتيبة القامات العلمية المصرية اللي اختاروا التمريض علم ومهنة علشان يخدموا بلدهم وأهليهم من خلاله، مؤمنين إن التمريض رسالة بتمس كل أسرة مصرية. دمنهور عباقرة كليات التمريض، ومباراة جميلة جدا، وهفكركم بالنتيجة. جامعة دمنهور 25، جامعة جنوب الوادي 25، وهشام عبد الستار نزل مكان حسام حسن. ياسمين أحمد نزلت مكان هدى عبد الواحد.
ودلوقتي مع الفقرة الثانية، فقرة المعرفة. المعرفة. المعرفة أربع أسئلة واحد لواحد. معلومات عامة، رياضة، تكنولوجيا، وقدرات ذهنية. أول اتنين ميادة وسماح. ميادة زايد وسماح عزب. وسؤال في المعلومات العامة بعشر نقط. في روح رياضية. تمام بس سماح قصيرة شوية. تمام. معلومات عامة. والسؤال هو ما هي اللغة الرسمية لدولة أوزبكستان؟ أوزبكستان اللغة الرسمية إيه؟ أسبانية؟ إجابة خاطئة. إجابتك في إجابة؟ الأوزبكستانية. إجابة خاطئة. استني استني، انت عارفه الاجابه ايه؟ اللغه الاوزبكيه. هرضك يا مياده، اتفضل. ودلوقتي عندنا سؤال في الرياضه. احمد وعلي، علي واحمد، الاثنين اللي بيحبوا ياخدوا الريسك. هاخد الريسك دلوقتي حالا. هتاخده حالا. عايز اقول لك حاجه، هو هيدوس على البازر بغض النظر عن السؤال. هديه مني اللي مفيش مشكله. هديه تمام. رياضه. والسؤال هو كم عدد الرياضات التي يتضمنها سباق البياثلون؟ البياثلون كم عدد الرياضات التي يتضمنها سباق البياثلون؟ خد الريسك ده، انتوا الاثنين هتضحكوا. ريسك ريسك ريسك. ثلاثة. إجابتي كانت ثلاثة. إجابتك كانت ثلاثة. كانت ثلاثة. والله أقسم بالله. إجابة خاطئة. الحمد لله. عندك إجابة؟ إن شاء الله. دوس على البازر. إجابتك واحدة. بياثلون ده الإجابة. بياثلون الإجابة جوه السؤال. باي ليسي. إجابة مضحكة. تفضلوا. الإجابة الصحيحة اتنين، التزلج والرماية. عمركم ما تنسوها أكيد. أسماء وياسمين، ياسمين وأسماء. وسؤال في التكنولوجيا. والسؤال هو في مجال الفحوصات التي تتم بالأجهزة الطبية، ما هو الاختصار المستخدم للتصوير بالأشعة المقطعية؟ إجابتك سي تي سكان. إجابة صحيحة. سي تي هي الإجابة الصحيحة. وبكده النتيجة 35 جامعة جنوب الوادي، 25 جامعة دمنهور. محمد جمال وهشام عبد الستار. هشام عبد الستار ومحمد جمال. وسؤال في القدرات الذهنية. والسؤال هو حل المسألة الآتية. 3 في 20 ناقص 6 في 3 زائد 8 يساوي كام؟ إجابتك 70. 70 إجابة خاطئة. محمد جمال في إجابة؟ ما فيش إجابة. لا سوري. خلاص الوقت خلص. 50. كام؟ 50. والله العظيم 50. شفت؟ شفت؟ الإجابة الصحيحة 50. تفضلوا. معلش فعلاً أعصابك بايظة يا هشام. لا بس فعلاً أعصابك بايظة. تمام. النتيجة في نهاية الفقرة 35 جامعة جنوب الوادي، 25 جامعة دمنهور. ودلوقتي مع الفقرة الثالثة، فقرة الفنون. الفنون. الفنون أربع أجزاء: سينما ومسرح، أغاني وموسيقى، لوحات ومعالم، وسرعة البديهة. الأربع أسئلة تعتمد على السرعة ليكم انتوا التمانية. وأول سؤال في السينما والمسرح. والسؤال هو من الذي قام بدور محمود في فيلم واحد من الناس؟ محمد جمال إجابتك كريم عبد العزيز. إجابة صحيحة. 35
35. ودلوقتي السؤال الثاني في الأغاني والموسيقى. والسؤال هو أغنية على قد الشوق إحدى أشهر أغاني العندليب عبد الحليم حافظ، فمن قام بتلحينها؟ أحمد الليثي إجابتك. محمد أبو هاب. محمد عبد الوهاب. محمد عبد الوهاب بعشر نقط، إجابة خاطئة. في إجابة؟ تخمينة. مين هيجاوب؟ تخمينة. محمد جمال. بليغ حمدي. إجابة خاطئة. كمال الطويل. كمال الطويل. كمال الطويل. أيوة بالظبط، كمال الطويل. ألذ حاجة إن لما الاتنين دخلوا معهد الموسيقى، كمال الطويل وعبد الحليم حافظ، عبد الحليم حافظ دخل كملحن وكمال الطويل دخل كمغني. بالظبط. وفي الآخر عبد الحليم اللي غنى وكمال الطويل هو اللي لحن. تمام. دلوقتي السؤال الثالث في اللوحات والمعالم، والسؤال هو في أي دولة أوروبية يقع متحف سيجموند فرويد؟ علي صبري إجابتك. النمسا. محمد جمال كان عندك إجابة تانية. كان في إجابة تانية. شفت؟ عايز أعرف بتستعجل ليه؟ فات ثانية. علي النمسا إجابة إيه؟ خاطئة. إجابة صحيحة. النمسا الإجابة الصحيحة، برافو عليك علي. وكويس ان انت طنشت محمد جمال، كان زمانك دلوقتي خسرت 10 نقط. محمد جمال كنت عايز توديه فين؟ انا كنت عايز اوديه المانيا بصراحه. لا هو في النمسا، بص عليه ما بيهزرش. النمسا يعني الاجابه واضحه بالظبط. مركز. 45 جامعه دمنهور، جامعه جنوب الوادي 35. ال10 نقط دول بقى مهمين عشان تتعادلوا. سرعه البديهه، والسؤال هو ما اسم الفيلم العربي في الصورة؟ ميادة. حب في الزنزانة. إجابة صحيحة. حب في الزنزانة هي الإجابة صحيحة، برافو عليك يا ميادة. 10 نقط. وبكده النتيجة 55 جامعة دمنهور، جنوب الوادي 35. هنخرج فاصل وهنرجع مرة تانية مع فقرة تحت الضغط والعباقرة. وبكده طلاب مصر جمعوا 40 نقطة في فقرة المعرفة والفنون، وكل نقطة ب 5000 جنيه بما يساوي 200,000 جنيه، ويبقى الرصيد لحد دلوقتي 450,000 جنيه في خزنة البنك الأهلي لتطوير المستشفيات الحكومية في مصر. الاحترام يجب أن يعامل الممرض زملائه في العمل كما يحب أن يعاملوه، ويجب عليه أن يحافظ على العلاقات الطيبة فيما بينهم. رجعنا لكم مرة تانية، ومباراة جميلة جدا بين جامعتين كبار. وهفكركم بالنتيجة. جامعة دمنهور 55، جامعة جنوب الوادي 35. وفي جامعة جنوب الوادي حسام حسن رجع مكان هشام عبد الستار، وحصل عندنا تغيير واحد في جامعة دمنهور. هيام عبد العاطي نزلت مكان ميادة زايد. ودلوقتي مع أقوى فقرة، فقرة تحت الضغط. تحت الضغط فقرة مش سهلة ومحتاجة تركيز. جامعة دمنهور اختارت علي صبري، وجامعة جنوب الوادي اختارت أحمد الليثي. هيبقى عندنا 10 أسئلة و 45 ثانية. كل إجابة صح 5 نقط، بس لو حد جاوب على أسئلة أكتر بياخد هدية 10 نقط. اتفضلوا علي واحمد، اتفضلوا.
دلوقتي مين فيكم اللي ابتدى؟ مين اللي ابتدى الاول؟ احنا جاوبنا سؤال السرعه. انتوا جاوبتوا سؤال السرعه الاول؟ صح. يبقى في الحاله دي احنا اللي هنبدا. انت اللي هتبدا الاول. طيب بص يا احمد، انت هتروح لعليا عشان هتسمع موسيقى تستمتع كده وترجع لي. اتفضل مع عليا، تعالى مكاني. اتفضل يا علي مكاني. بص يا علي، انت عندك 45 ثانية و10 اسئلة، الكاونتر قدامك. لو في سؤال مش عارفه ما تضيعش وقت، يا تقول باس يا تقول نكست يا تقول مش عارف، قول اللي يعجبك، المهم ما تضيعش وقت. محتاجة تركيز، عينيك على الكاونتر وكل تركيزك معايا. تمام؟ جاهز؟ ان شاء الله. تحت الضغط. كاونتر. في اي دولة اسيوية تقع مدينة جنان؟ ايران. غلط. ما هو اكبر مفصل في جسم الانسان؟ الركبة. صح. من هي المؤلفة الانجليزية صاحبة رواية تورز زيرو؟ نيكست. ما هو العدد الذري لعنصر الانتيمون؟ 37. غلط. ما هو المصدر الاساسي والرئيسي لفيتامين د؟ الشمس. صح. ما هو نوع السكريات الموجود بنسبه اكبر في لبن الام؟ فركتوز. غلط. في اي دوله اسيويه يقع المقر الرئيسي لشركه كاواموتو؟ كوريا الجنوبيه. غلط. من قامت بغناء طب وانا مالي؟ شادي. غلط. ما هو الهرمون الذي يطلق عليه هرمون الانوثه؟ الاستروجين. صح. من هي المطربه صاحبه اغنيه منازل؟ عندك كم اجابه صح؟ ما عندكش. ثلاث اجابات صح. اتفضل مكانك. ثلاث اجابات صح لعلي، وهنشوف دلوقتي احمد هيعمل ايه. اتفضل يا احمد. احمد عندك فرصة انك تخطف 10 نقط هدية. مكاني. اقف مكاني. بص احكي لك اللي حصل. وانت بتسمع الاغنية كانت عجبك؟ جدا سيد مكاوي جميل. شفت؟ وانت بتسمع الاغنية سألت علي 10 اسئلة، ملحقش يجاوب على السؤال العاشر والاجابة ما كانتش عنده. كويس؟ جاوب على 3 اجابات صح و6 غلط. والاخير ملحقش يجاوب. بإذن الله. 3 في 15 نقطة. لو جاوبت على 4 بإذن الله هتاخد كم نقطة؟ 20. 30 نقطة. 20 ولا 10 البونص؟ وال10 الهدية. تمام. عينيك على الكاونتر وتركيزك معايا. كل الناس بتقول يا رب. جاهز يا ليسي؟ بإذن الله. تحت الضغط. كاونتر. في أي دولة آسيوية تقع مدينة جنان؟ صين. صح. ما هو أكبر مفصل في جسم الإنسان؟ الفخذ. غلط. من هي المؤلفة الإنجليزية صاحبة رواية تورز زيرو؟ أجاثا كريستي. صح. ما هو العدد الذري لعنصر الأنتيمون؟ 134. غلط. ما هو المصدر الأساسي والرئيسي لفيتامين د؟ ضوء الشمس. صح. ما هو نوع السكريات الموجود بنسبة أكبر في لبن الأم؟ فركتوز. غلط. في أي دولة آسيوية يقع المقر الرئيسي لشركة كاواموتو؟ اليابان. صح. من قامت بغناء طب وأنا مالي؟ طب وأنا مالي وأنا شادية. غلط. ما هو الهرمون الذي يطلق عليه هرمون الأنوثة؟ بريجسترون. غلط. أستروجين. تعالى مكاني. كم إجابة صح؟ 4. أنت كان هدفك تاخد الأربع أسئلة والأربع إجابات وحققت الهدف. تمام. 4 إجابات صحيحة بكم نقطة؟ ب30. ب20 نقطة و10 هدية من علي. تشكر علي. يبقى كده 30 نقطة. نحيي كلنا أحمد وعلي. اتفضلوا. النتيجة اتغيرت. النتيجة اتغيرت، بقت 65 جامعة جنوب الوادي، 70 جامعة دمنهور. تعالوا أقول لكم بقى الإجابات الغلط اللي أنتوا ما عرفتوهاش. ما هو العدد الذري لعنصر الأنتيمون؟ 51.
ما هو نوع السكريات الموجود بنسبة أكبر في لبن الأم؟ لكتوز. إيه ياسمين؟ لكتوز. بالضبط كده لكتوز. من قامت بغناء وأنا مالي؟ طب وأنا مالي وأنا مالي أحزن أنا مالي. انت ما تغنيش تاني ولا حتى في الحمام تغنيش تغني في الحمام. طيب واخر سؤال، من هي المطربة صاحبة اغنية منازل؟ اصالة. اصالة اغنيها؟ لا كفاية. تمام النتيجة قربت جدا، بقى الفرق 5 نقط. ودلوقتي مع اصعب فقرة، فقرة ضربات الجزاء. ضربات جزاء. ضربات الجزاء 4 أسئلة من دراسات الكلية عندكم. تمام؟ أول 2 معايا محمد جمال وأسماء كرم. اتفضلوا. محمد جمال وأسماء اتفضلوا. تمام. أنتوا عارفين طبعًا إن جامعة واحدة بس هي اللي بتاخد 25 نقطة على حسب الأهداف. كل هدف مهم. السؤال الأول، ما هي أهم وأخطر المضاعفات التي تحدث في الجهاز الدوري بعد العمليات الجراحية في حالة عدم الحركة لفترة طويلة؟ إجابتك تجلط دم. التجلط مش إجابة كاملة. إيه نوع التجلط؟ في إجابة تانية؟ مفيش إجابة كده. بالنسبة لي إجابة خاطئة. محمد جمال عندك إجابة؟ هنحاول. إجابتك دي فين ثرومبوسس؟ صح. إجابته صح. الهدف الأول لازم الإجابة ناخدها كاملة يا أسماء. محمد جمال والهدف الأول لجامعة دمنهور. علي وصل وأحمد وصل، دايما بتطلعوا مع بعض مش عارف ليه، حاجة غريبة جدا، روح رياضية. تمام السؤال الثاني، ما هو الإجراء الصحيح الذي يجب اتباعه في الكمية المتبقية من تطعيم شلل الأطفال بعد الانتهاء من جلسة التطعيمات؟ إجابتك الإعدام. الإعدام التخلص منه. الهدف الثاني. برافو عليك علي، هدفين بلا مقابل. دلوقتي سماح وياسمين. ياسمين وسماح، بص يا سماح المشكلة في ايه بقى؟ لازم اجاوب السؤالين. لازم تجاوب السؤالين عشان تتعدي. لو ما جبتيش سؤال منه هاخد 25. جامعة دمنهور هتاخد 25 نقطة. السؤال الثالث، ما هو نوع العزل المستخدم مع مرضى العدوى الشديدة بالجهاز التنفسي؟ عزل ايه؟ المفروض يبقى عزل كامل، ان احنا نعزلهم في مكان لوحدهم وما يتعاملوش مع اي حد لان هو انفكشوس ديزيز. ياسمين اجابة خاطئة. سماح عندك اجابة؟ كانت نفس الكلام. نفس الاجابة. تمام. طيب بما انتوا الاثنين عندكم نفس الاجابة فانا هقول لكم الاجابة الصحيحة. العزل الهوائي او عزل الرذاذ. صح يا هيام؟ دروبلت. صح دروبلت ايزوليشن. كانت بتقول دروبلت. انا كنت بقول دروبلت من بدري والله. دروبلت ايزوليشن هي الاجابه الصح. شكرا يا هيام، اتفضلوا انتوا الاثنين. السؤال الرابع، هيام وحسام، حسام وهيام، وال25 نقطه راحوا فعلا لجامعه دمنهور. السؤال الرابع، الى اي درجات الحروق يصنف حرق الجلد الناتج من التعرض لأشعة الشمس؟ الأولى. درجة الأولى؟ إجابة صحيحة. لا. الهدف الثالث. تفضل. الدرجة الأولى هي الهدف الثالث لأيام، وبكده النتيجة اتغيرت تاني. 95 جامعة دمنهور، 65 جامعة جنوب الوادي. مباراة قوية جدا، الفرقتين مستواهم قريب من بعض. جامعة دمنهور واضح انهم مستعدين، عملوا مجهود ومركزين.
ضغطت على البازل الاول بسرعه مع اني كان عندي الاجابه، ولما جيت اقولها فعلا راحت مني. لو جامعه جنوب الوادي ما كسبتش النهارده هتخرج بره. احنا دلوقتي في موقف صعب جدا. الهدف الاول بالنسبه لنا دي تعتبر اخر فرصه لينا ان احنا نتاهل للدور الثمانيه. الاقرب الى الفوز جامعه دمنهور. هنشوف عجله الحظ هتودينا فين وايه اللي هيحصل في الثلاث نقط بتوع ماتش النهارده. فاصل وهنرجع مره تانية مع اخر فقره واللي هتحدد مين اللي هيكسب الثلاث نقط بتوع ماتش النهارده. فاصل ونرجع تاني مع العباقرة. وبكده طلاب مصر جمعوا 70 نقطة في فقرة تحت الضغط وضربات الجزاء، وكل نقطة ب 5000 جنيه بما يساوي 350 ألف جنيه، ويبقى الرصيد لحد دلوقتي 800 ألف جنيه في خزنة البنك الأهلي لتطوير المستشفيات الحكومية في مصر. إنسانية. خدمات التمريض هي نظام صحي إنساني يشمل تقديم الرعاية التمريضية والرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية. دلوقتي مع اخر فقره واللي هتحدد مين اللي هيكسب الثلاث نقط بتوع ماتش النهارده. فقره عجله الحظ. عجله الحظ. عجله الحظ سؤالين لكل جامعه، وزي ما انتم شايفين قصادكم على الشاشه ممكن السؤال يبقى في العلوم، المعلومات العامه، القدرات الذهنيه، الرياضه والفنون. وطبعا عندنا جوكر او سويتش. جوكر الجامعة بتختار موضوع السؤال، سويتش الجامعة التانية هي اللي بتختار موضوع السؤال. وأول واحد معانا أحمد الطنيخي، اتفضل. والسؤال الأول لجامعة دمنهور موضوعه إيه؟ لفة كاملة يا أحمد. معلومات عامة، تمام. سؤال في المعلومات العامة لجامعة دمنهور ب 20 نقطة ولا ب 30 نقطة؟ 20 نقطة. 20 نقطة، تمام. 15 ثانية، محدش يستعجل. معلومات عامة، والسؤال هو ما هي عملة فرنسا قبل اليورو؟ نفس الحركة كل مرة بتكتب بتكتب وبعد كده عايز تقول لهم وبعدين كسل. إجابتك يا علي فرانك. فرانك الفرنسي. علي إجابة صحيحة. الفرنك الفرنسي الإجابة صحيحة، برافو عليك علي. وبكده النتيجة اتغيرت. جامعة دمنهور 115، جنوب الوادي 65. جنوب الوادي عندنا أسماء محمد، اتفضلي يا أسماء. هنشوف أسماء محمد. والسؤال الأول لجامعة جنوب الوادي موضوعه إيه؟ لفة كاملة يا أسماء. شكرا يا أسماء. رياضة. جامعة جنوب الوادي عندكم سؤال في الرياضة ب 20 نقطة ولا ب 30 نقطة؟ 20. 20 نقطة. رياضة، والسؤال هو ما هو المنتخب الفائز ببطولة كرة القدم في الألعاب الأولمبية الصيفية عام 2016 رجال؟ فاضل 10 ثواني. أحمد الليسي خد القرار، إجابتك؟ المكسيك. المكسيك، نفس إجابتك يا حسام؟ صراحة أحمد أكتر مني في الرياضة ف... بس أنت كتبت إجابة تانية متهيألي، ما تقولهاش. أحمد الليسي المكسيك، إجابة خاطئة. في إجابة؟ إن شاء الله. تفضل، علي إجابتك. فرنسا. فرنسا، إجابة خاطئة. حسام كان عندك إجابة إيه؟ كانت ممكن تكون برازيل. الإجابة الصحيحة
البرازيل. السؤال الثاني لجامعة دمنهور محمد مهنا. اتفضل يا محمد. هنشوف محمد مهنا والسؤال الثاني موضوعه ايه. فنون. سؤال في الفنون. سؤال بـ20 نقطة ولا بـ30 نقطة؟ 20 نقطة. 20 نقطة. والسؤال هو من الذي قام بدور والد بيبو في فيلم بيبو وبشير؟ مين اللي قام بدور والد بيبو في فيلم بيبو وبشير؟ علي إجابتك. محمد خان. محمد خان إجابة صحيحة. هو فعلا الفنان الراحل العظيم محمد خان اللي مثل دور والد بيبو في الفيلم. 20 نقطة وكده نتيجة 135 جامعة دمنهور جنوب الوادي 65. آخر سؤال دعاء نادي والسؤال الأخير في الحلقة. هنشوف موضوع السؤال إيه. شكرا يا دعاء. فنون. سؤال في الفنون. سؤال بـ20 نقطة ولا بـ30 نقطة؟ 30. دوس على البازر. فنون. والسؤال هو من الذي قام بدور المعلم شاهين في فيلم سكر هانم؟ سؤال بـ30 نقطة. فاضل 5 ثواني. أحمد الليس إجابتك. عبد الفتاح الأوسري. قبل ما أقولك إجابتك صح ولا غلط، أفضل لاعب في ماتش النهاردة بـ90 نقطة من جامعة دمنهور علي صبري. برافو علي، لعبت مباراة قوية الحقيقة. أحمد الليسي عبد الفتاح الأوسري بـ30 نقطة إجابة صحيحة. جامعة جنوب الوادي 95. هارد لاك جامعة جنوب الوادي، لعبتوا 3 ماتشات. إحنا انبسطنا بوجودكم معانا جدا جدا جدا. 95 جامعة جنوب الوادي، هارد لاك لجامعة جنوب الوادي. جامعة دمنهور 135. ألف مبروك الثلاث نقط بتوع ماتش النهاردة، تستحقوا فعلا الثلاث نقط. وبكده يبقى إجمالي النقط اللي حصل عليها طلاب مصر في حلقة النهاردة 230 نقطة، وكل نقطة بـ5000 جنيه بما يساوي 1,150,000 جنيه، ويبقى مجموع المبلغ من أول حلقة لحد دلوقتي 14,450,000 جنيه من البنك الأهلي لتطوير المستشفيات الحكومية في مصر. هارد لك جامعة جنوب الوادي، جامعة دمنهور 135. ألف مبروك الثلاث نقط بتوع ماتش النهاردة، وإلى اللقاء وحلقة جديدة مع العباقرة. كانت تجربة مفيدة وممتعة جدا واستفدنا، وعايز أشكر كل واحد ساهم في الفكرة دي إنها تتم، وبإذن الله هيكون البرنامج ناجح. إحنا في الأول في الآخر كلنا كلية التمريض، وإحنا اللي بنتمنى إن صورة التمريض تتغير. أكيد طبعا محبط جدا بعد الخسارة، خصوصا ان احنا بذلنا مجهود جامد جدا من اول ما ابتدأنا في البطولة. إرشادات التمريض العاجل. الكسور. يجب عدم تحريك المنطقة المصابة بكسور، لأن تحريكها يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات بالغة، خصوصا إذا كان الكسر في الرقبة أو العمود الفقري.